خلينا نبدأ العملي. في أي سؤال على محاضرة أمس؟ اليوم هنبدأ العملي، فلو في أي أسئلة أثناء العملي خلينا نتناقش فيها جميعاً، تمام؟ تمام، أعمل شير. ثواني. بعمل شير للنت بينز. المفروض النت بينز ظهر أمامكم، صح؟ تمام، ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا في فاتحين النت بينز. We are going to here in front of you. I'm going to right click على source new Java package وراح أسميه BK1 package 1. تمام. Inside package 1 new Java class وراح اسميه parent وراح اقول له تمام finish. الparent is a class has yes يا امان has no father. So, and it has private integer ID. عارفة انه باقي اخر 5 سلايدات، عارفة الكاستنج صعب قوي، فعايزة ابدأ اطبق العملي الاول ونشوف الايكوالز ونشوف التو سترينج والكاستنج داون ازاي اثناء الرن، وبعدين اخلص اخر 5 سلايدات. برايفت انتجر اي دي، برايفت سترينج النيم، تمام. سيمبلي اي كان رايت انسرت كود. I'm going to write the constructor that include all of them and generate and this in front of you the multi-argument constructor. Also I'm going to write insert code constructor zero argument constructor and inside the zero argument constructor I'm going to write this. تمام. What is the first parameter here? It is ID and the ID here is what? Is zero, لأنه integer, comma. The name is a string, so it will be null. تمام؟ وادي semicolon. وادي. So now I created two constructors. The first one, multi-argument constructors. A constructor or two argument constructor, it will initialize the parent object by using ID and name, and also I have parent, public parent, which is zero argument constructor that invoke by using this in the same class the multi argument constructor which is zero and null. تمام. Zero matching the ID and null matching the math. Name and this is we name it overloading constructors. تمام. Overloading constructors. تمام لغاية هنا. اوكي. بالتالي انا هوقف واقول right click الى class التست. داخل الباكج في كلاس التست راح اقول public public static void main string بتاعتنا. تمام لغاية هنا. انا لو قلت parent
B1 equal new parent zero argument destructor. تمام؟ parent E2 equal new parent using the two argument destructor. مين الأول؟ ال ID 11 والname لولو. سيميكولون. تمام ولا لا؟ تمام؟ أي سؤال لغاية هاي المنطقة؟ Until now I reviewed with you declaring a class with zero argument constructor and multi argument constructor. تمام. Clear. Okay. ماشي. Now in front of you I'm going to write. Did we add any methods here يا جماعة? Did we add هنا any methods? لا لا تمام أحسنتم. In this case I'm going to hear in front of you B1 dot ثواني هو النت بينز عندي معلق مش راضي يفتح كله. ثانية واحدة ثانية واحدة أنا فصلته. يا ريت لو تبلغوا الطلاب إنه أي حد بيحاول يدخل أهلا وسهلا فيه، بس يدخل بإيميله الجامعي، ما يكتب اليوزر نيم أي اسم أو أي آي دي أو أي شيء لأنه ما رح يدخل. تمام. أرجع أعمل شير. شايفين معايا تمام؟ شايفين النت بينز؟ يس؟ عم بتشوف النت بينز يا جماعة؟ عم تسمعوني؟ عم تسمعوني؟ عم تسمعوني؟ يس تمام ماشي. تمام اوكي. عم بتشوف ال نت بينز بي 1 دوت دوت وات ايكوالز get the class hash code notify notify to string wait wait and wait. Did we add these methods? Did we add these methods? Reply. Who did add these methods? Who did add these methods? عم تسمعوني يا جماعة؟ Who did add these methods؟ عم تسمعوني؟ أنا مش شايفة أي حد بيكتب تعليق. عم تسمعوني؟ أنا فصلت الشاشة. عم تسمعوني؟ أنا مش سامعة. خير يا وليد. الله مايك.
خير يا وليد، ايش فيه؟ السلام عليكم. اهلا يا وليد. اي دكتورة، نحن نسمعك بس نكتب لك في الشات، الظاهر انه ما يطلع عندك. لا مش طالع عندي في الشات، اي نحن من اخر اول حاجة كانت فاطمة. الحين بدأ يطلع وليد يمكن ما علق عندك 2006. بس. ايوه 12.9. انا في الجامعة، انا في الجامعة، انا بدي المحاضرة من الجامعة. الله يستر. طيب ماشي، اسمع لك، حاولي تطلعي وتدخلي من المحاضرة. حاضر اعمل ليف وادخل. طيب ماشي، هاي دي هيني، طلعت ودخلت تاني. تمام، الآن عم تسمعوني كويس؟ اكتبوا لي على الشات. يس تمام، ممتاز، الآن تمام. هاي النت بينز معانا، عم بتشوفوا النت بينز؟ أيوة يس دكتور، النت بينز. اوكي تمام ماشي. بي 1 السؤال هنا، بي 1 دوت، يلا طلعت هذه الميثودات، شفتوها الميثودات؟ equals get class hash code notify notify all to string wait from mean I did not add it, they are from class object. What is the relationship between public class parent and class object? If I did not write it explicitly, it will be extends from object implicitly. So I'm going to write it by my hand, extends ya object. تمام؟ extends ya object، وبالتالي هو already هيبقى عارف بيجيبهم من فين كمان. Parent extends الobject، والobject يا عبد الله لازم بالأبر O زي ما أنا كتبتها هنا. تمام، وهي معناته inheritance. So by default if I did not assign any father for the class that I created, it will be immediately extends from class object which is a father of all fathers, and this object has no super class father. So who is here the child, the parent, who he is here the super class الأوبجكت. تمام تمام لغاية هنا. طيب أنا هنا في سؤال التست وهقول له system.out.println b1.toString، إيش هيطبع يا b1.toString؟ b2.toString، إيش هيطبع يا b2.toString؟ يلا what he is going to print on the screen. Did we write any toString method? Did we write any to this? No. No, no. فبالتالي نعمل run b1 و b2. What will be the output here? Save. Run the test in front of you. And it will be the name of the package bk1 dot the name of the class. And then println println. And then run مرة تانية. The name of the package, the name of the class at a reference inside. مش object يا دعاء. يا دعاء مش object. The name of the package, the name of the class, and the name of الـ إيه؟ reference on the عندكم in the memory. طيب عشانك يا دعاء شوفي object دعاء equal new object، يعني انا بخلق object من class object اسمه refer بايه؟ بدعاء. هنا لو قلت system.out.println يا دعاء انت قولي لي ايش هيطلع الاوتبوت؟ اوكي the heap reference or stack. This question for you يا امان، search about it in google، search about it in google. اوكي
What was the answer here? java.lang.object@. مين جافا؟ الباكج. اللانج السب باكج. Object my class at a reference. تمام؟ لا يا دعاء. شوف ازاي كتبت. تمام؟ تفضلوا. Control C. دعاء عشانك انا حطيتهم على الشات وهي. خديهم كبي وباسي دعاء لو سمحتي واعرفي غلطتك فين. تمام؟ لغاية هنا تمام يا جماعة؟ تمام، أوكي، برافو على الجميع. هذا بقى أنا خلصت البارت الأول إني أنا راجعت الكلاس وعرفت التو سترينج بتعمل عندي إيه. تمام؟ طيب أنا لو هلقيت أمامكم كتبت تو سترينج. How I'm going to write تو سترينج؟ public وهعملها over row over ride من الفاذر object public. It will return string, its name to string, and the argument to string. And the argument is empty. مباشرة أعطاني a notification. It is override from the father object. Now I'm going to write it here. Return. تمام. I'm going to print here return ID هتساوي زائد this.id زائد backslash t مسافة زائد name بتساوي زائد this dot name. تمام يا جماعة؟ this dot name. تمام لهنا؟ في أي سؤال لما هذه المنطقة؟ طيب الحين لما أعمل run save نعمل run للتست. إيش هيطلع لي بدل هذا الكلام الحلو؟ إيش هيطلع لنا بدل هذا الكلام الحلو؟ يلا right click run هيطلع لي ID والname. تمام الاي دي 0 ونل لانه بيرنت 1 0 ارجمنت بالنسبه لك علشان التو سترينج ايش رجع الاي دي معنا انتجر صح عشان تو سترينج مش فاهمه ايه الكلمه دي بس هو طبعا الاي دي 0 والنيم نل لانه ريفرنس المره البارت 2 او بيرنت 2 هو عبارة عن الـ ID 11 والنيم لولو وما زلنا في التو سترينج بتاع الأوبجكت زي ما هو تمام لغاية هنا؟ تمام علشان أقدر أطبع الـ ID والنيم أو أقدر أعمل لهم ستر للـ ID والنيم لـ B1 هو private so I cannot touch them what I have to do here I have to add a getter and a setter. How to write a getter and a setter? Right click إلى insert the code getter and setter for both و generate ونزلوا أمامنا. Get the ID return المفروض this.id و set the ID argument id it will be assigned to the id انا بعدل الكلمات عليها مره ثانيه return this name reference to this name تمام وfinally argument a name this is the correct way or the best way to write it تمام and these are the getter مع ان الميثود محدد فيها يرجع سترينج بس ايوه رجع سترينج هو ما رجعش سترينج امان واللي قدامك ده ايه يا امان ده مش سترينج انا لما اعمل كده concatenation الاي دي concat is this id concat التاب concat the string name concat the value of the name this is what
concatenation at the end, what will be this value string? تمام؟ تمام. يبقى by this way I can simply ل b1 I can write b1 dot set الID 10 و B1 dot set name B أحمد. تمام، أعمل run. أعمل run هيديني مين الID 10 والنيم أحمد. أعمل run هيديني الID 11 والنيم لولو، وما زال الأوبجكت بالطبع to string. Any question until now? Any questions until now? Any questions until now? No clear. تمام. همسك البيرنت بعد ما خلصت التو سترينج. أنا عملت override التو سترينج من class الأوبجكت. هعمل هالإيت public boolean equals object obj. وانا قلت نحفظ هذا الموضوع، هذا الهيدر بالضبط. طيب object. Now I'm going to take object. I'm going to check this object is equal to my object or not. So this object from type what? Object. Now what I have to know, what I have to do, I have to compare it with parent. So I'm going to write the following. Parent class BB equal casting للparent من الparent للobject. الobject اللي هو object. What did I do? Here I am casting obj to be parent. Then I'm going to check if ونفتح قوس this dot ID. ايش نوع this؟ اسمه نوعه integer، يبقى equal equal ال bb dot ال id is this name. ايش نوع النيم؟ عايزه اعمل تشيك للمحتوى بتاعها. ايش نوع النيم؟ string. يبقى dot equals dot equals equals mean ال bb dot in name. تمام. إذا كان هذا بيساوي هذا and هذا بيساوي هذا, in this case return true. Else return false. And this is what I am keeping the same as my father. Public boolean equals object obj. That means I am overriding the object class equals method. How I'm going to write it? First, I'm going to take the new object from object, and I'm going to cast this object to be parent and start what? Start, check it. Check what the content. This dot ID is equal to BB dot ID and compare it together. And لأنه ID it is an integer, so I'm going to use equal equal. لكن name is a string, so how I'm going to compare its content using the equals method of a string.
this is what this dot name equals lil bb that I casted now name. In this case, I'm going to return true, else return false. And because I'm writing it two string, the same name, the same signature, parent, the object, father, the child, the parent, in this case, I am, or inheritance, with the same name, the same signature, it is override. تمام لغاية هنا. لغاية هنا. Any question until here? Okay, now I'm going to check with you. Okay, system.out.println b1 dot equals to b2. ايش هيديني؟ b1 dot equals b2. هيديني ايه؟ ايش هيديني؟ B1 dot equals B2. ال equals بتديني يا true يا false. False يا وليد أحسن. شكرا. Run. وهتديني false. طب لو أنا كتبت زي هنا 11 ولولو. إيش هيديني؟ هيديني true. واضح؟ أيوة. يبقى هو عمل مقارنة. قدام عينيكم. طيب لو 10 ولولو هيديني ايش؟ برضو فولس. احسنتم. لانه العشرة زي العشرة او عشر واللولو العشرة زي الحداشر. لا لكن لولو صح فواحد منهم غلط هيعمل. لغاية هنا it's okay. اي سؤال لهذه المنطقة؟ هنا الكلاس البرايفت برايفت اتريبيوتس اوفرلودنج الكونستراكتورز الجيترز والسيترز. تمام لغايه هنا الاوفررايد للتو سترينج والاوفررايد للايكوالز. اي سؤال لهي المنطقه؟ يس يا امان. للانتجر للانتجر والدبل والكاريكتر والبوليان نستخدم equal equal. مين بس اللي نستخدم لها equal reference؟ تمام لغاية هنا؟ تمام لغاية هنا يا مس. save. okay now I am على الباكج right click new java class. okay java class I'm going to name it child. I'm going to name it child. Public class child. If I did not write any father, it will be by default the object. But now I'm going to write extends parent. Extends parent. تمام؟ Extends parent. اوكي سيف. لغايه دلوقتي انتوا كلكم معايا اوكي. ناو انا هدخل تاني على التست وامامكم راح اقول بالشكل التالي child ch1 equal new child. اول حاجه did we write here any constructors for a child؟ نو no. احسنتم. But قبل مني قبل مني الستيتمنت ليه؟ قبل مني الستيتمنت ليه؟ لانه الديفولت 1 هاف الديفولت الجافا حط لي اياه. طيب لغايه هنا تمام؟ برافو جافا فيرشوال ماشين احسنتم. امام عينيكم أمام عينيكم ch1 dot إيش هذه الميثودات؟ يلا إيش
ايش هذه الميثودات؟ الـ equals get the class get the id get the name hash the code notify notify all student id set the id set the name the two string الـ wait will wait will wait from object. بس الـ object يا امان وروان, بس الـ object فتحوا عينيكو, في عندي ست اي دي وست النيم and the parent. احسنت يا روان, ايوه كده inherited from parent و inherited from object. احسنت, وده البندنج دايناميك اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح اخر اخر حاجه في المحاضره. دايناميك بندنج هو ده الدايناميك بندنج, اني انا اخذت كل ابويا وابوه كمان. فهمتوا؟ فهمتوا؟ تمام. لو قلت له أنا two string هيطبع لي مين؟ هل child عنده, هل child عنده عنده two string؟ هل child عنده two string؟ no. هيطبع ايه؟ from parent. صح يا دعاء, أحسنتي, لأنه أخذها من أبوه, وده dynamic bending. برافو يا دعاء, بطلة. No print from the parent. برافو يا روان, أحسنتنا أحسنتنا يا جماعة. run قدام عينيكم, ال id 0 وال name null. تمام تمام أوكي. طيب لو أنا دخلت على child وأضفت للchild private gender, private character gender, gender, okay, semicolon, okay. Now in front of you, how many, in front of you, how many attribute for child? Three. One from itself and two from its father by inheritance. أحسنتم. أحسنتم. Now if I want to, if I want to do the following. Okay? Do the following. Public child okay char ch char ch this دوت, خليها جي ما تلخبطش بره. this dot الجندر هيديني ايه؟ equal الجي. تمام لغاية هنا؟ هعمل لكم مفاجأة دلوقتي. Who is the father of the child? Who is the father of the child? Parent. أحسنت يا وليد. شوف يا وليد, أنا عند البيرنت وفي الزيرو أرجومنت كونستراكتور عند البيرنت, وراح أكتب system.out.println. تمام, println visit parent, visit parent. تمام, visit parent. حلوة كده. تمام كده visit parent, وهعمل save وهرجع تاني للتست. cannot be applied to given type. زعلان مني اني انا الchild حطيت له zero argument وأنا هنا مستخدمة zero argument, وأنا حطاله هنا one argument. تمام؟
حاضر هشيل هالايت الون ارجومنت واقول له سيف. يلا تست رن رن اول واحده. يلا visit parent visit parent. مين طبع لي visit parent؟ implicitly invoke. انا اذا ما حطيت zero constructor رح يستخدم parent zero constructor. لا لا غلط يا امان. الكونستراكتور not inherited. تمام وليد روان مين اللي عمل لي visit parent؟ انا عملت visit parent مع مين؟ مع مين؟ مع zero argument constructor صح ولا لا؟ لما استخدمت هنا zero argument constructor عمل visit parent وحطيت ست الاي دي وست اللولو. عشان كده انا خبيت الباقي تحت عشان تستوعبوا انا وين حطيتها. بعدين حطيت parent 2 ما كان فيها اي parent 2 ما كان فيها اي system.out.println. وبعدين التو سترينج لبي 1 طبعها التو سترينج للبي 2 طبعها التو سترينج للاوبجكت طبعها الايكوالز اتاكد منها التو سترينج ايوه خلاص الايكوالز للبي 1 مع البي 2 طلعت فولز. بعدين شال ch1 equal new شال system.outprintln ch1.toString. تو سترينج عارفه وانتوا رديتوا عليا انه انا مش عندي التو سترينج في الشال ات ريتيرنت للفاذر صح برافو عليكم. طيب ودي طلعت تاني هنا ليه؟ دي طلعت تاني هنا ليه؟ هاي كلاس تشايلد. هل أنا كتبت أي أرجومنت أي كونستراكتور؟ لا. عمل إيه؟ implicitly invoke invoke مين يا روان؟ برافو عليك. implicitly invoke مين؟ implicitly invoke مين؟ الزيرو أرجومنت. أحسنتي. بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت البيرنت. أيوة كده. يعني أنا يا مس ملك ما حطيتش كونستراكتور وهو حس إن هو ده الفاذر بتاعه وراح عمل إيه؟ انفوك للبيرنت زيرو أرجومنت كونستراكتور. عشان كده حط زيرو ونل لما طبعناهم زيرو ونل وعمل فيزيت للبيرنت. دايناميك بيندينج دايناميك بيندينج. طيب انا يا مس ملك عايزاك تكتبي لنا الزيرو ارجومنت كونستراكتور بتاع التشايلد. حاضر بابليك تشايلد زيرو ارجومنت كونستراكتور تفضلوا تشايلد زيرو ارجومنت كونستراكتور سيف. اعملي ران مره ثانيه يا مس ران هتلاقيها برضو عمل الفيزيت. ليه؟ حتى لو انا كتبته بايدي او ما كتبته بايدي هو عمل ايه؟ انفوك الفاذر كونستراكتور. طب انا عايزه اعمل لها بقى انفوك بايدي. مين الشاطر اللي يقول لي انا هنا المفروض اكتب ايه؟ انفوك بايدي. لو انا عايزه اعمل انفوك للبيرنت كونستراكتور بايدي اكتب ايه؟ سوبر برافو يا روان برافو يا روان سوبر. So what is super? A keyword that invoke anything from the father. If I put it in the constructor, so I am invoking the father constructor. أنا بعمل invoke وليس inherit. I am doing invoke, not inheritance. The constructors no inheritance مع constructors. تمام كده؟ ماشي. طيب ادي اول واحده. تاني كونستراكتور عايزه اكتبه public child
للشايلد عنده كم اتريبيوت؟ انتجر الاي الاي الارجومنت اي دي من الفادر، سترينج الارجومنت نيم من الفادر، شار الارجومنت جي من itself، then this dot id بتساوي aid، this هيطلع غلط صغير وانتوا هتقولولي ليه، this dot على بال ما اكتب name هتساوي الارجومنت name، this dot gender تمام هيساوي الجي. الغلط اللي طلع ليه حد يشرح بسرعة، الغلط اللي طلع ليه أحد يشرح لنا بسرعة، يلا ليه مع أنه هما بتاعون بابا بتاعون البيرنت وأنا عاملة اكستند برايفت. برايفت يا أمان، برافو برايفت يا روان، برافو 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 برايفت، عشانهم برايفت أستخدم إيه يا ناس؟ شفتوا العمل اللي بيعمل ايه؟ الستر. ايوه برافو عليك، الستر الستر، احسنتي احسنتم. يبقى هذه ما اقدر استعملها ولا هذه، لكن اقدر اقول بالشكل التالي this dot set الID هياخد الID، this dot set name وهياخد الA name. فهمتوا تمام؟ طبعا هي هنا AG. Thank you. هذه أول طريقة، أو هذا أول طريقة، أو ولو حطيتهم بروتكتد يشتغلوا مظبوط صح، لو حطيتهم بروتكتد يا أمان يشتغلوا صح تمام. هذه أول طريقة باستخدام الستر ميثود. أو حد بطل كده يفكر ويقول لي أنا ممكن أكتبه بطريقة إيه؟ هكتب هنا no private، وهكتب هنا كمان no private. حد يديني طريقة تانية يا جماعة، حد يديني طريقة تانية. استدعي وادخل القيم عن طريق الارجمنت، استدعي الايه البيرنت وادخل القيم عن طريق الارجمنت. احسنت يا امان، برافو عليك تمام، برافو عليك برافو عليك. انا هكتب هنا كده اور ماشي، انا عشان اقول ان الكلمه دي صح مظبوط اور. اكتبها ازاي؟ شوفوا رح اكتبها ازاي. برافو يا امان، برافو بطل. سوبر تمام. الاي اي دي ماتشنج الاي دي، والاي نيم ماتشنج النيم، وفاينالي الذس دوت الذس دوت جندر ات ايكوال جندر. واضح واضح. السوبر، so what is super super do super here I'm invoking zero argument constructor، here I'm invoking multi argument أو two argument constructor. وهي قدام عينينا الرن من البيرنت، أحسنتم. ولو قلت له الثاني child ch2 control c child ch2 تمام ch2، وراح أقول له ثلاثة ثلاثة وإيه كمان، والجندر من النوع حرف إيه تمام. طب أنا هقترح حاجة، بينفع أقول إف ثلاثة ثلاثة ملك؟ لا F 3 3 ملك؟ لا ليه؟ ليه؟
الترتيب مهم، النوع مهم، العدد مهم، صح ولا لا؟ ودي كانت اخر سلايداية قريتها معاكم امبارح. لما اعمل دايناميك بيندينج الترتيب، يبقى فعلا number of arguments, the types of the arguments, the order of the arguments. باختصار بطلة يا دعاء، كتبتي signature، أحسنتي، برافو عليكم، برافو عليكم، شكرا لكل الرد معايا، الله يفتح عليكم، برافو، وشكرا لكل اللي اشتغل معنا. أي سؤال لغاية هذه المنطقة؟ أنا خلصت كده. التو سترينج في البيرنت، الإيكوالز، السوبر، الذس، واضح؟ لا يا أمان، ما أقدرش أحط بيرنت هنا، فهمتك. أنت مش عايز خليني أكتب بيرنت، مش عايزنا نكتب هنا سوبر، عايزنا هنا أكتب بيرنت. لا، ولا يمكن، ما ينفعش، ولا يمكن. حتى لو عايز تستدعي التاني يا محمد، تستدعيه بالسوبر، حتى لو كان في باكج تاني، حتى لو كان في باكج تاني، حتى لو في باكج تاني، حتى لو في باكج تاني، لأنه البيرنت بابليك يا محمد، والتشايلد بابليك. تمام لغاية هنا يا جماعة؟ طيب، في حتة كمان للسوبر، في حتة كمان للسوبر. أنا عايزة أكتب التو سترينج بتاعت التشايلد، أكتبها إزاي؟ public string، string is a subject، string to string the same name the same signature. تمام، اداني على طول النوتيشن بتاعها، تمام ولا لا؟ دي بتاعت كلاس، اوكي، هقول له ريتيرن ال اوكي. ثانية واحدة، سيف، دقيقة واحدة، بعمل اوبن مرة تانية أنا فصلت الشاشة، بحمل. تمام، قدامكم، تمام، أضفت النوتيشن بتاعتها، تمام لغاية هنا كده. return ايه؟ عايزة الـ ID وعايزة الـ name وعايزة الـ gender. حد يمليني، عندي طريقتين. الطريقة الأولى، عندي طريقتين، سامعني؟ عم تسمعوني؟ يا إما بالجيتر، this dot الجيت نيم والجيت اي دي، تمام، جيت الاي دي زائد backslash t زائد this dot جيت النيم، تمام، زائد الجندر بتاعتي this dot gender. تمام، this is correct or I am using super to invoke a super class constructor and invoke method from my father, invoke overriding method from my father. وهكتبها بالشكل التالي، return super dot string بابا زائد الباكلاش للتي زائد الجندر.
دكتورة توني أدخل اللاب، كنت أظن يبدأ الساعة 1. بعتنا إيميل مبارح. تمام يا جماعة، لين هنا؟ أي سؤال لهذه المنطقة؟ What did I do؟ عملت التو سترينج بتاعت مين؟ بتاعت التشايلد اللي هو إيه؟ اللي هو extends من البيرنت. يلا ندخل على التست ونقول له يا ch2system.out.println ch2 ونعمل run. visit البيرنت لأنه عملت له للزيرو argument، الاي دي 0 والنيم 0 تمام، والاي دي 33 والنيم ملك، و انا عشان هنا تو سترينج للسي اتش وهنا تو سترينج للسي اتش 2 تمام لغايه هنا. تمام لغايه هنا هسال سؤال، المفروض يطلع لي هنا اي دي نيم وحاجه هنا، ليه ما طلعتش؟ هي طلعت، هي طلعت، بس هي ايه الفاليو بتاعها؟ هي طلعت بس ايش الفاليو بتاعها؟ عم تسمعوني؟ الديفولت فاليو اللي هي كان المفروض هنا يا امان، لانه التشايلد زيرو ارجمنت طلع لي الاي دي بتساوي زيرو والنام بتساوي نل، فين الجندر بتاعه؟ فين الجندر بتاعه؟ ليش ما طلع؟ يب ديفولت مين؟ مسافة حرف فاضي لأنه الميثود بيرنت. لا 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 ما نعكش. أيوة كده صح. يعني أنا لو كتبت هنا في لو كتبت هنا في التو سترينج هتبين أكتر، بس أنا كنت عايزة أشوف الناس مصحصحة ولا لأ. هاي الجندر فاضي، ليش فاضي؟ لأنه empty. تمام يا جماعة لغاية هنا؟ عادي يا عبد الله، عادي عادي. character default، أحسنت كده صح. تمام لغاية هنا يا جماعة؟ طيب كتبت في الـ child الـ two string بطريقتين، because the id and the name both are private I cannot touch them. This is why I have to write it using a getter methods or I can use a super two string from the father. Now يلا I want to write the equals method. مين هيمليني؟ جملة جملة. يلا مين راح يمليني؟ مظبوط، إذا استخدمنا الكونستراكتور اللي فيه باراميتر واحد هيستدعي النو أرجومنت باراميتر، لأني أنا حطاه سوبر هناك. صح صح تمام، حسب السيناريو اللي أنا حطاه يا روان، بس أنا حطاه كده يبقى صح. ناو مين هيمليني في الإيكوالز؟ بابليك، قلت نحفظ الإيكوالز زي اسمنا، بابليك بوليان، بابليك بوليان إيكوالز class الاوبجكت اوبج. مظبوط ولا لا؟ اول حاجه child cc equal casting child mean casting child mean casting mean to be child الاوبجكت. احسنتم. Then if يلا I'm going to check attribute okay ال ID والنيم private هعمل ايه؟ this get ال ID equal cc dot get ال ID and this dot get the name
بتساوي. بينفع اقول مع النيم تساوي؟ مفيش سوبر يا محمد في ال في ال هتكلم على السوبر. equals احسنتم دوت equals احسنتم equals equals مين؟ السي سي دوت جيت النيم and this هكتبهم تحت بعض عشان تعرفوا تشوفوهم. this dot gender بتساوي cc dot gender. تمام؟ طبعا هذه بدها هنا كده، هذه أول واحدة وهذه تاني واحدة وهذه ثالث واحدة، وكلهم ليهم في الآخر قفلة. هقول له إيه؟ return true. شفتوا إزاي كتبتها بطولة بال؟ return true else return false. أي سؤال لغاية هذه المنطقة؟ إداني النوتيشن، إداني لازم أفصل عشان يديني النوتيشن. النهاردة مش راضي يديني النوتيشن. Override control C. Okay. Okay. تمام يا جماعة كده معايا؟ وأقول له save. Okay. وندخل على التست ونقول له يا ترى system.out.println هل ch1.equals ch2؟ هيديني ايه؟ المفروض هيديني ايه؟ طيب الناس كتير سألتني على ليه ما حطش سوبر هنا يا مس ملك؟ ليه ما احطش سوبر هنا يا مس ملك؟ الجديد بينفع نحط، الأكواد القديمة في الجافا القديمة ما كانش ينفع. yes. فأنا ماشية مع المنهج بتاعنا والكتاب بتاعنا أنه I have to write it like this. تمام؟ أوكي. أي سؤال لهذه المنطقة؟ أنا إيش رجعت اليوم؟ طيب يا روان، انا مش عملت كلاس، مش عملت الاوبجكت حبه حبه، مش عملنا كاستنج الاوبجكت از تشايلد؟ ردي علي يا روان، هتقولي لي يس. تمام. طيب مين هم بقى الاتريبيوت بتاعون بتاعون التشايلد؟ الاي دي من الفاذر، والنيم من الفاذر، والجندر من نفسه. مظبوط. عشان كده بقول أنا لما أقارن هيجي لي object، هقارن مين؟ هقارن my ID مع ال coming object ID، my name مع ال coming object name، my gender مع ال coming object gender. وصلت؟ في أي سؤال لغاية هنا؟ وصلت يا روان؟ يعني اذا كانت اف بالشكل التالي يس، ترو فولس صح. قصدك نعملها، قصدك يا امان نعملها؟ يس طبعا طبعا. ومش كده كمان، مش شايفين انا كتبتها ازاي؟ اوكي ماشي، ليها الف طريقه اقدر اعمل على طول. ريتيرن
غير حتى اللي انت قلت عليها دي. كده او كده او كده كلهم صح، او بالترينياري صح. يعني المتغيرات التي ادخلها وقت انشاء الاوبجكت صح يا روان، عشان حددت انه يرجع بوليان اصلا. صح يا امام، تمام. اي سؤال لغايه هنا؟ What did I cover today? Today I started with you. أكني ببدأ من meeting one. Starting من قصدي meeting three. عملت ال parent وعملت له zero argument constructor وال two arguments constructor، وعملت this to invoke constructor in the same class. عملت له getter والsetter وتعلمت ال two string بتاعته وال equals بتاعته. The same as with his father ال object. If I did not write extensible object implicitly, it will be explicitly it will be implicitly from object. تمام. وعملنا التست بتاع البيرنت. تمام. Then we created the class بتاع the child. We created the class بتاع the child وحطناها explicitly inherit from the parent. And if I did not write it by myself, it will invoke super by default. It will invoke super by default, and this then also I can write it by any way. I can write it by this setter with getter, or I can write it using what is super reserved word. Also, I can write it to string. Since they are private, I can use it this with get, this get with this get, or write to invoke a super to string. In the equals, because they are private, the ID and name, I have to use a get the ID and get the name, even if I'm going to write it if statement or immediately return. Then I double check على التست. What did I do? تمام. عشان حددت انه يرجع بوليان اصلا. مس ملك، ميثود الاي كول تكون موجوده لما نستخدم الكلاس سترينج، صح؟ الايكوال ايوه صح صح. طيب لما قارنتي سي اتش 1 مع سي اتش 2 ايش هيقارن؟ احسنتي يا روان، احسنتي. تعالي ادي التست، تعالي يا روان. اوكي، سي اتش 1 ايش الاي دي بتاعه؟ انت ردي الديفولت زيرو. ايش النام بتاعه الديفولت؟ الديفولت مين؟ نل. احسنتي. ايش الجندر بتاعه؟ سبيس. احسنتي. نعمل رن بقى يا من إيه. اوكي، سو هل 33 ماتشنج الزيرو اللي دخلتيها؟ لا. هل ملك ماتشنج النل اللي دخلتيها؟ لا. هل الاف ماتشنج السبيس اللي دخلتيها؟ لا. يبقى لازم تطلع لي في الاخر ايش يا روان؟ ايش تطلع لي في الاخر؟ فولس. وصلت؟ طيب ايش رايكم نجرب هذه الحركه اللي راح اعملها الحان؟ مس ملك لو خلينا سي اتش 2 ديفولت هيكون ترو صح؟ صح يا امل. parent اوكي كي كي equal a new child parent كي كي new child. تمام. وتشايلد بايه كمان؟ ب 100 ب النيم نونو والجندر اف. او لو قلت كي كي سيستم دوت اوت برنت لين كي 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 دوت اوكي to string هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي child ولا هيطبع لي parent؟ يلا مين الاوبجكت هنا؟ child. الله يفتح عليك.
soil. الله يفتح لك. نفس السؤال اللي جاء في السلايداية. اوكي ونعمل run. ونعمل run وطلع صح. وهنكتبها بالشكل ده. هاي الكيكة. واضح؟ مية نونو اف. برافو عليكم. اي سؤال لهذه المنطقة يا جماعة؟ اي سؤال لهذه المنطقة؟ طيب. النقطة الثانية. هل بينفع اقول child؟ تمام. mm equal new parent wrong. wrong ليه؟ اقروا اقروا الغلط اللي طلع. incompatible types parent cannot be converted to child. parent can refer to child, but the child cannot refer to parent. Parent can refer to child, لكن child cannot refer to parent. Error. وcompiler error. Compiler. تمام؟ وعلى كده save. One minute. One minute. Okay. In front of you, موجود الايه؟ The slides. You can see the slides. صح يا جماعة؟ Yes. كانت آخر حاجة وصلنا لها الجينيريك programming. Then now you have already used casting operator to convert variables of one primitive types to another. Casting can be used also to convert an object of one class type to another within inheritance hierarchy. Within inheritance hierarchy. تمام. In the preceding section, we write M new student, assigning the object new students to the parameter of the object type. This statement is equivalent to object O equal new student, and this is implicitly casting. بالضبط, implicitly casting the statement object O equal new student, known as implicit casting. It is legal because an instance of a student is automatically instance of object. تمام؟ لأنه when we write CH1, what are the methods we see? What are the methods we saw? We saw all the methods of the child, all the methods of the parent, all the methods of the object. صح؟ This is why MO is accepted in this example. MO. This is why, yes, I can refer object to any class in the world, but I cannot refer
I cannot refer the child to any parent. Child to any parent. Suppose you want to assign the object reference O to a variable of the student type using the following. Student B equal O, O the object. Can I refer child to object, child to father? Never. Why does this statement object O equal new student's work? While statement student B equal to the object does not. This is because a student object is always an instance of object, but an object, it is not necessary an instance of a student. نفس المبدأ بتاع التفاحة والبرتقالة والموزة. تمام؟ كل دول فروت. تمام؟ لما أقول تفاحة يبقى هي فروت. تفاحة فروت. لما أقول برتقالة يبقى هي برتقالة فروت. تتبع. لا لما أقول موزة يبقى هي موزة فروت. لكن ما ينفعش أقول الأوبجكت ده. تمام؟ الأوبجكت ده موز. لا. الأوبجكت يقدر يعمل ريفير للموز لأنه مش كل الفاكهة موز. مش كل الفاكهة تفاح. مش كل الفاكهة برتقال. لكن البرتقالة إز فاكهة. التفاحة إز فاكهة. يعني التفاحة البيرنت يقدر يروح لل يرفير للتشايلد. أيوة. التفاحة إز فاكهة. البرتقالة إز فاكهة. تمام؟ لكن ما ينفعش أقول كل الفاكهة تفاح. لا. This is because a student object is always an instance of the object class. But an object class is not necessary an instance of the student. ممكن يكون tree, tutor, desk, mobile, key, whatever it is. Even though you can see that O is really student object, the compiler is not so clever to know that it is really object, student. To tell the compiler that O is a student object, you can explicitly casting it. Explicitly casting it. عم تسمعوني تمام؟ This syntax is similar to the one you used casting among primitive data types, enclose the target object type in the parentheses and place it before the object. Where did we use this technique? Explicitly casting. فين استخدمنا الحتة دي؟ فين استخدمنا الحتة دي؟ في الايكوالز ميثود اللي هي object to object. أحسنتم. أحسنتم في الايكوالز ميثود. So, explicitly casting must be used when casting object from superclass to subclass as the following. Apple X equal apple fruit. أنا عندي fruit اعمليها cast it to apple. Orange X orange fruit. أنا عندي fruit as parent cast it to be a child as this one. As we did في الايكوالز ميثود للبيرنت والتشايلد. To help understand casting, you may also consider the analogy of fruit, apple, and orange with the fruit class as the superclass of for apple and orange. And apple is a fruit, so you can always safely sign this apple is an instance of fruit. Orange is an instance of fruit. However, a fruit is not necessary يكون orange أو apple. ممكن يكون mouse, peach, mango, strawberry. So you have to use explicit casting to assign an instance of fruit to be a variable of apple. To be a variable of apple. This is why I said I'm going to finally at the end complete last four slides. Now you understand it. لو أنا قعدت أعيد الجملة الأربع سلايدات دي مليون مرة مع التطبيق قبل التطبيق ما كان استوعبتوها. أنا عشان كده وقفتها لآخر أربع سلايدات طبقت معاكم. حسيتوا إزاي السوبر بتنادي؟ إزاي الانهيرتنس بيعدي؟ إزاي أقدر أعمل كاستنج بالإيكوال؟ Now we can understand it. تمام؟ أي سؤال لهاي المنطقة يا جماعة؟ أي سؤال لهذه المنطقة؟ أي سؤال لهذه المنطقة؟ تمام. All are clear. تمام. طيب. One minute بقى عشان واحد.
من فوق لتحت. كنترول سي. ماشي، يا ريت ما حدش يكتب اي حاجه على الشات، ممكن لو سمحتوا حالا، ممكن لو سمحتوا. طيب، واحد كلاس البيرنت، تمام. اثنين كلاس للتشايلد، ثلاثة كلاس التست بتاع النهاردة. ماشي كده، الأكواد معاكم تتعلموا تعيشوا فيها وتشتغلوا عليها. أنا طبقتها تماما قدام الجميع، وهذا التست. تمام يا جماعة، هاي الأكواد معاكم. أي سؤال لهذه المنطقة؟ أي سؤال لهذه المنطقة؟ أي سؤال لمحاضرة اليوم؟ طيب، إحنا إيش غطينا لين الحين؟ بالنسبة لك الطلاب يسألون ساعات العمل الرسمية من واحدة لاثنين فيها تحضير؟ لا يا عمري، لا 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 يا أمان. لكن إذا حابين يسمعوا منك يا مرحبا. الجامعة كلها لو حابة تسمع العملي، ترى العملي مش محسوب للأستاذ، العملي من الأستاذ نفسه. أنا عشان كده بقعد معاكم ساعتين كل أسبوع عملي، عشان اللي عايز يستفيد ويبقى بروفيشنال في البروجرامينج مع الجافا، اللي ممكن تفتح له أفاق كبيرة جدا إنه إزاي يقدر يستخدم ويلعب بالأكواد، كونها جافا، بايثون، دوت نت، آر، إف، سكريبتلت، whatever you want، up to you. ماشي؟ أي سؤال لهذه المنطقة؟ معلش، أنا بحب دائما أدي الفايدة أكتر. بالنسبة لك، هل في فايدة كبيرة من الأكتيفيتيز في الـ LMS؟ أيوة، هفتح لكم النهاردة أكتيفيتي زي الـ Parent and the Child، وهتتعلموا فيه كتير جدا 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 جدا. هنشبك الأري والأري ليست وما إلى ذلك، تمام؟ لو حبينا نعمل أري ليست دلوقتي بالـ Parent and the Child، بينفع ولا لا؟ بينفع. لو حبيت اعمل array list من الاوبجكت وبعدين اعمل كاست الاوبجكتات بparent والكاست بchild واشتغل عليهم، بينفع. ماشي، تمام. اي سؤال لهذه المنطقه؟ اوكي، انا سعيده ان اليوم انزل في المنتدى، قصدك على الفورم يا امان؟ اه طبعا، حالا. انا كل مره بعمل كده، انا فاتحه اوريدي ال ام اس يا امام، انا فاتحه ال ام اس، انا مجهزه كل حاجه. شير ناو الويندو بتاعه ال ام اس. هاي ال ام اس صارت قدامكم، مظبوط. هاي الديسكشنز فورم، تمام. هذه كانت بروجرامز اوف ميتنج 1 و2، ورح نعمل نيو ديسكشن اوف 5. يلا نبدا بكلاس البيرنت. فين النت بينز؟ كلاس البيرنت مره ثانيه، كنترول سي كنترول في. كده خلصت اول كلاس. كلاس للتشايلد، كنترول سي. كده خلصت تاني كلاس. كلاس التست، كنترول سي. كده تالت كلاس، تمام. بوست تو ذا فورم، تشكوا ال ام اس هتلاقيها نزلت معاكم. اي سؤال تشكوا ال ام اس هتلاقوها نزلت للجميع. هيها ماشي يا جماعه. اي سؤال؟ الاكواد عندكم على الشات، الاكواد عندكم على الديسكشن فورمز، اي حد يقدر يستفيد فيها ويعملها. بس يعني تعليق بسيط، انه لما تيجوا تعملوها لازم تخلقوا الباكج بي 1 بي كي 1، تمام؟
أنا سعيدة اليوم إنه إحنا غطينا مع بعض جزئية جداً مهمة جداً مهمة. الإنهيرتنس غطيناها من A to Z تماماً. التو سترينج الإيكوالز الكاستينج الديناميك بيندينج، وشفتوه قدام عينيكم الديناميك بيندينج إزاي بيشتغل. هو الكلام النظري لما ينشاف عملي الإنسان بيقدر لما يرجع يقرأ تاني يكون مستوعبه لأنه أوريدي شافه قدام عينيه إزاي بيشتغل. تمام؟ مرة تانية للتذكير، إن شاء الله امتحاننا راح يكون بإذن الله يوم الأحد للكويز الثاني، راح نغطي الشابتر 3 and 4. امتحاننا راح يكون من الساعة الثانية ظهرا 2 بي ام بإذن الله، عشان أفويد أي بروبلمز ممكن تحصل مع الساعة 4 زي ما حكينا. هرجع أعمل ريميندر مرة تانية للكويز بإذن الله يوم السبت بإذن الله، إنه يا جماعة تذكروا إنه الكويز الثاني الساعة الثانية ظهرا. تمام؟ ماشي. يا أمان سؤال، التي ام اي حاليا، للتي ام اي يا جماعة تبدأوا تشتغلوا عليه، ترى التي ام اي حاليا تقدروا تغطوا 50% من التي ام اي. الميثود الايكوال ذات وي يوز ان سترينج ات از ذا سيم واي اوف ذا ايكوال ذات وي ديد ات ناو. يس 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 بالضبط بالضبط. تمام، انا فصلت الشاشه. اي سؤال لغايه هنا يا جماعه؟ اي سؤال لهنا؟ ان شاء الله يا محمد مش هيحصل، لانه الساعه 4 بيبقى فيه اختبارات كتيره قوي. الساعة 2 امبارح اختبارات الساعة 2 ما شاء الله في خلال تلت ساعة كان 700 طالب مختبر ما شاء الله في مواد تانية. تمام؟ ماشي. ترى الـ LMS بيطلع إذا كان الطالب أصلا دخل ولا ما دخل. أوكي؟ Don't worry، إن شاء الله بإذن الله. هاي المرة ما فيها لعب، ترى إحنا عندنا 6 كوزات هناخد أحسن 5، فإحنا في 5 علامات أعطيناها للجميع. اجتهدوا، رتبوا الإنترنت تاعكم، وإن شاء الله الأمور بتصير تمام. يعطيكم العافية. Thank you so much. شكرا يا وليد.